اروى خويا العزيز اليوم في ذكرى الناس عرسوا طال هجوان كراس في الصيف هذا. السبب مجهول، كاين ناس ما تعرفش راح نفيد خوتنا العزاز باه ما طيحش في نفس المشكل الناس راهي طايحه فيه وتكلفك دراهم بزاف. الحاجه الاولى اللي تروح ليها انك تفيري في الراديتور شوفاج تاعك. يعني يقول لك انا كيفاش راح نفيري في الراديتور شوفاج؟ الحاجه الاولى اللي تبدا بها تجي لهنا زوج لي ديريت هذو تاع الشوفاج، شوف كيفاش لقاها هنايا دودانا لهنا، هذه ديريتها تسمى بدات تاعي يكلاطيو لي ديريت لهنا. ولا ما كتلاطاتلكش ديريت لهنا روح طل خويا العزيز داخل السياره تاعك تنحي طابي وين جايين لي بيدال داكسيراتور والفران والامبرياج. الا لقيت الماء اعرف بلي الراديتور شوفاج تاعك راهي كلاطات ورايحه ديرها بيك وتسخن لك السياره. في الكريطه وفي الاكسنت هذه كي يطلع لك ليكوي اعرف بلي ديريكت صوت لك جوينت كيلاس، كي يطلع ليكوي تما راه صوت جوينت كيلاس وكمل. كاين بزاف ناس يقول لك انا كانت تكوبي لي تيراج وتعاود تطلق، كي تعاود تكوبي لك تيراج وتطلق لازمك تروح تفيريفي، شوف اختصاصي فيريفي باسكو المشكل تاع السخانه يدير هكذا كي تقص لك الماء السياره تاعك تولي تبان لك باللي ثقيله. وإلا ما لقيتش الراديتور شوفاج حاجه واحده اخرى خوتنا العزاز، كاين في الفرواديسور هذا فيه لهنا لابارتي فيها الزيت لابارتي فيها الماء، كي كلاطي هذا الفرواديسور تحل البوشون تلقى لهنا فيه الزيت ولا تبان لك في الفاز الابيض هذاك تلقى فيه الزيت ثم. الحاجه الاولى اللي تزرب ديرها انك تنحي ديريتال تحتانيه هذه، روح للميكانيسيان باش تبدل الفرواديسور تاعك.